السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا هو موضوع صفقة انتقال بلايل لامسية، لنفرض انها مقبولة من جانب المادي. ان الشيء الذي نريد التواصل له نفهموا أن الأندية في مختلف الدوريات العربية بأنهم هربوا علينا في كلش وبسنوات، مش إحنا نرجع نهضر غير على التاريخ. أفهم والساري التاريخ خليه للتاريخ واخدم به توظيف للتاريخ، ولازم تخدم لكل شيء من أجل إضافة للتاريخ، باش تدخل تزيد حاجة تجيبها تخليها للتاريخ، وبعد تزيد حاجة تخليها للتاريخ، خدم المستقبل باش تزيد للتاريخ، ماشي تقعد تهدر لي على التاريخ، مي تهدر معايا يقولك 2019، تهدر معايا يقولك 76، تهدر معايا يقولك 2014، تهدر معايا يقولك من لا، التاريخ زيد له، خدم مستقبل، خدم الحاضر والمستقبل باش تزيد للتاريخ. فهم قادر الريال لحقوا 10 تاع لي تي يقول لك هي حنا صايب ما نزيدوش، بصح الريال تي باه يخدم باش العام الجاي يدي باش السنه يعني يدي تشامبيونز ليغ باش يدي شامبيونا. هذه هي، ما يقولكش نقعدوا نخليها التاريخ، خلي التاريخ، خاطر كاين انديه اوروبيه داو تشامبيونز ليغ من الثروازيام ديفيزيون كاتريام ديفيزيون في انجليز في 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 الماجر في 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 الترك في اليونان وكلش. صراحة كاش باش يكون على بالكم، يعني خدم باش توظيف للتاريخ، ولازم تخدم لكل شيء يتعلق بكرة القدم والإخفاقات والإنجازات كلها للتاريخ. أنا كي نقولك هربوا علينا في التقييمات، في الإحصائيات، في ترتيب الشهري والعام، في الاحتراف، في فوز بالبطولات، في التفوق الأندية القاريا، الأندية العربية كبيرة، ركزوا معنا مليح في كلام، الأندية العربية الكبيرة قادرين حتى هما يتعاقدوا مع بلايلي بنفس المبلغ أو أكثر، باه نكونوا متفاهمين، لأنه اللعاب كبير ومهم ولا يختلف الاثنين على إمكانيات بلايلي فنيا، لكن تعاملات الأندية الكبيرة في مثل هذه الحالات بلايلي اللي هو هواوي وغير منضبط، نقولها ونعاودوا غير منضبط خارج المستطيل ومشاكله السابقة من يفسخ عقده مع النوادي اللي سبق ولعب لها، وهو سبب من أسباب ورجعت بالسلب على اللعاب وأصبح متمرد بعض الشيء، وهذا أكثر شيء جعل الأندية الكبيرة التي تريد التعاقد معه تحسب للمرة جيد ما يطيحوش في مشاكل ويحافظوا على المال العام. هم حارسين جدا، أولا لن يتجاوز عقد السنة وقابل للتجديد، ثانيا المبلغ حتى ولو يكون 3 مليارات في الشهر رايحين يخلصوه بكل 3 أشهر، ولكن ولن يدفع له براتب 12 شهر أو عامين على مرة واحدة. ثالثا نظامهم الداخلي محصور، ما تتلقاش فيه ثغرات كبيرة معناتها ما يخلوش المجال للعابة يتمرد. أما بالنسبة للدوري تاعنا واد كنيس، لا نظام داخلي معمول به قوانين عندنا حبر على ورق، القانون يخترق في أي لحظة وبلا مادة، وزيد في التعاقدات تعرف حدث ولا حرج عادي خلاص، يعني يتعاقدوا مع أي لاعب وبثلاث يعني بثلاث أو أربع سنوات ما يهمش، عمره عنده 34 35 عادي، ومشي محتم الدولي ولا مكاش دولي، وحتى في تسديد الراتب العادي يعطوك راتب تاع 6 أشهر مسبق، وهذا أقل شيء، وكاين بعض الأحيان كاين للاعبين يخلصوهم في مدة العقد ككل، يعني دفعة واحدة، ومكان حتى مادة تحافظ على مالهم العام وكيفية استرجاع حقوق النادي ماليا ولا معنويا، ما كاش منها هذه. كي تروح تشوف الدوري المصري التونسي والمغربي، هذو الصوالح ما تشوفهمش عندهم، تشوف هذو الصوالح غير عندنا حنايا نورمال عادي خويا،
نورمال، كاش مشكل، حنا ما عندناش، حنا ساهلين يعني، نمدوا الدرام بكل سهولة، الله يسهل على كل واحد. هذه هي اخويا، عادي نورمال. يا ربي احنا الله يسهل له. واحد قال لي واش قال لي، قال لي شو بي خويا، هذا دراهم الشعب تمدوا فيه، يمدوا فيهم للناس اللي ما يستاهلوش وتبذلوا فيها، والله ما سم والله ما سامحكم. يا ودي يا خويا، انا يا مدام نشوف باللي واحد يعطوه 6 ملايير يقارع باش يفرح الشعب، والرواه يبكي في الشعب، يعني ما عندي نورمال، عادي عادي. 2 ملايير ما كان والو، 2 ملايير تروح عند البوشي. وإن أكدت إدارة مولودية الجزائر أن صفقة انتقال اللاعب يوسف ليلي إلى العميد تعتبر تاريخية وسابقة في بطولة محترفة، لا من يعني حيث مبلغها، لكن من حيث مصدر تمويلها، والتي تعتمد على الرعاية شركة أجنبية عاملة بالجزائر، ويتعلق الأمر بممول جديد ومؤسس رائد في مجاله سيكشف عنها في قادم الأيام. وأوضح البيان إدارة النادي أن ما تم تداوله بخصوص قيمة الصفقة وأجرة اللاعب هي أرقام مبالغ فيها بل خيالية، ولذلك فإن إدارة النادي محترف تفند هذا الأخبار جملة وتفاصيل. وذكرت إدارة العميد أن اللاعب الدولي يوسف بليلي اختار المولودية الجزائر عن قناعة، وما يقولكمش اللي قلب نادي القلب بمشروعه الرياضي، وأبنى عن نواياه حسنة في التحاق بالفريق وساهم في نجاح الصفقة رغم العروض المغرية داخل الوطن وخارجه. ومقارنة بقيمة تسويقية للاعب، فقد استطاعت إدارة الفريق ظفر بخدمات النجم منتخب الوطني. وأكدت إدارة المولودية أن الاستراتيجية التي تعتمدها تهدف إلى تنويع مصادر تمويلية، بالإضافة إلى مساهمة الشركة الملكة التي تبقى الراعي الرسمي للفريق. وأشارت إدارة أن الاستخدامات النوعية التي تقوم بها تهدف أساسا إلى رفع من تنافسيات الفريق الجزائري وارتقاء بها مستوى البطولة العربية والإفريقية خدمة للرياضة الجزائرية. أسنى عندكم شامبيونا كوب دالجيري، أسنى كاين شامبيونا كاين كوب دالجيري، نورمال عادي. أنا والله الله يسهل لو. هذا هو الصندوق الاستثماري الجزائري. أيوا ما كاينش مشكل. أيوا أكثر مدي خويا، الله يسهل على كل واحد. ما كاش مشكل، بلا يلي دا درام نورمال عادي. يا ربي اليوم داسين درام تاع لي كونت لي كونتينر. يا حسرة، هادي نورمال صاحبي. شو بي مشاك باغي تهدر حقيقة تاع بلايلي، شنو نهدر حقيقة وعلى أنا عندي حقيقة أنا ما عندنا والو. الله يسهل عليها، الله يسهل عليها، ناس يسلونا وأهدر، شنو نهدر؟ وعاد قال لي حق الجزائريين، يا ولدي تربى عندك حق الجزائريين، حقك تاعي. عند احنا كاين حق وتربع، ما نأمنش بها تاع حق هذا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ويمشي ابوني معنا
وربي يحفظكم ويحفظنا معكم خاوتي وصحيتكم.